تبدأ الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حصر بيانات وميول ومهارات الباحثين عن عمل، وذلك من خلال استمارة إلكترونية ستتاح عبر الهواتف الذكية الخاصة بهم. تنطلق اليوم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر فعاليات معسكر شباب الأندية بمحافظة مسقط بمشاركة 150 شاباً من مختلف أندية السلطنة. أكدت دراسة جديدة أمريكية إن ذهاب الطفل إلى النوم مبكراً في سن ما قبل المدرسة يقلل من خطر الإصابة بالسمنة. لمزيد من الأخبار تابعونا على تويتر وفيسبوك إنستغرام وسناب شات.